الحلقات الأولى من مسلسل كامل العدد بلس ون، واخد مساحة متابعة كبيرة جدا من جانب الأسر، خصوصا مع بعض الموضوعات اللي بيناقشها العمل. مثلا العمل بيناقش كم الضغوط الكبير اللي بتعاني منه الأمهات والأباء بسبب أولادهم، إزاي نضبط العلاقة مع أولادنا. العمل كمان في حلقاته الأولى ناقش مجموعة من الإشكاليات النفسية اللي بيعاني منها الأولاد بعد ما يفتقدوا أحد الوالدين. ده اللي شفناه في أحداث الحلقات الأولى من مسلسل كامل العدد بلس ون. عشان كده كنا النهاردة حابين إن احنا نجاوب مع حضراتكم على مجموعة من الأسئلة المستوحاة من العمل. الحقيقة العمل ده فتح لنا الباب على مشاكل كتير جدا، ازاي تتعامل مع زوجتك لما تتعب من ضغوط الأطفال، ازاي كمان نقدر ندعم الأولاد نفسيا في حالة لا قدر الله انهم فقدوا احد والديهم، ازاي اصلا كمان نتعامل مع الأطفال اللي اصلا اهليهم انفصلوا. كل دي أسئلة لازم نجاوب عليها مع ضيفتنا اللي ورانا في الاستوديو، دكتورة شيرين لويس، الاستشاري النفسي والتربوي للأهالي والأطفال. صباح الخير على حضرتك، وكل سنة وانت طيبة. وانتوا طيبين. أهلا وسهلا. يمكن كامل العدد بلس ون أو حتى من الجزء اللي فات مسلسل كامل العدد بشكل عام سلط الضوء على مشاكل كتير جدا بالفعل موجودة في مجتمعنا، وكل واحد بيتعامل معها بشكل عشوائي جدا. فخلينا في البداية نتكلم على الضغوط اللي بتبقى موجودة على الأب والأم لو لا قدر الله الطفل فقد أحد والديه. هو بالتأكيد خلاص، يعني لو في فقدان لأحد الوالدين الطرف المتبقي هو اللي بيتحمل المسؤولية كاملة، يعني إن تربية الأولاد بتكون قائمة على طرفين، إن كل حد بيكون قايم بدور معين، وفي حالة فقدان أحد الأطراف الطرف التاني هو اللي بيتحمل المسؤولية الكاملة بتاعت الطرفين. الفكرة كلها بأن بتكون في دايما محاولات للتعويض، تعويض هذا الدور المفتقد، وفي دايما محاولات ان في احساس بالتقصير، ان في حاجة دايما ناقصة مهما هذا الطرف بيحاول، فهو بيحاول يعمل الدورين، وده بيكون صعب، يعني بيسبب ضغط كبير في ظل كل الظروف. وفي احيانا حالة انكار كمان، denial، يعني في معظم الاحوال انه احنا تمام، يعني يا اما بناخدها من منطلق انه الطرف اللي بيكون دوت بيقول لا احنا تمام وخلاص يلا نكمل الحياه على كده ومفيش حاجه حصلت، او انه بيحاول طول الوقت محاولات كبيره جدا للتعويض، فممكن تؤدي لنتيجه عكسيه تماما، يعني محاولات التعويض الكبيره جدا دي بتخلينا نروح لاتجاه تاني خالص، انه انت بتعوض لان طول الوقت حاسس ان في حاجه مفتقده. طب بس هنا دور مهم كمان المدرسه، يعني احنا شفنا مشهد ليلى تيمور اللي هي دينا الشربيني واحمد مختار اللي هو شيف سلامه، بالظبط بيجي لهم استدعاء ولي امر وبيروحوا المدرسه عشان ولادهم الاثنين حسن وحسين عاملين مشاكل وسلوكهم بقى سلوك سيء جدا جوه المدرسه، فهي بررت دينا الشربيني البطله انه السلوك ده نتيجه فقد الاب او الوالد. هنا السؤال، المدرسه دورها ايه وازاي ممكن تعوض ده وتحافظ على الصحه النفسيه للاطفال؟ يعني هو بالتاكيد ان المدرسه لازم تتبلغ من الاول، يعني مش هننتظر لما تحصل المشاكل وبعدين نروح نقول ان احنا بندي هذا التبرير، يعني المدرسه لازم تكون عارفه وتتعامل مع ده بشكل كويس، يعني وده بنرجع نسلط الضوء فيه عليه على دور الاخصائي النفسي او الاجتماعي اللي داخل المدرسه، انه بس يعمل حوار مع الاطفال ويتفهم الحاله النفسيه اللي هم بيكونوا بيمروا بيها، وبيحاول يوعي المدرسين لاسلم الطرق للتعامل مع الاطفال في المرحله دي في وقت الفقدان ده. والحقيقه ان المسلسل قدم ده بطريقه ما فيهاش يعني ابتذال او صعوبه، في حقيقه الامر هو ده الموقف اللي فعليا بيحصل، انه غالبا لما بتحصل مشكله مع الاطفال احنا بنروح وبنكلم المدرسه او بنقول انه في حاجه ناقصه من هنا، ولكن اللي دايما بقوله للاهل ان لما بيحصل موقف زي ده من الافضل ان المدرسه تتبلغ من البدايه، ما ننتظرش انه تحصل المشكله. طيب من المشاكل الحقيقه اللي المسلسل برضو بتعرض ليها هي فكره الطلاق وفكره الزواج مره اخرى، ويمكن المسلسل ده شويه كمان معقد، يعني الام عندها اطفال والاب عنده اطفال وبيعيشوا مع بعض، وبعدين عندهم اخ تاني من الام والاب، والاب كان موجود وتوفى، فهي شويه فيها مشكله، لكن هي حاله موجوده بالفعل في مجتمعنا دلوقتي وموجوده بشكل مش بسيط. فطريقه التعامل ازاي، يعني ايه الطريقه الصح الام تقدر تتعامل بيها مع اولادها في ظل وجود
زوج أم جديد، والعكس برضو. يعني برضو في المرحلة دي بنفضل أن التأهيل مهم جدا للأطفال، يعني في الجزء الأول كمان بيحصل حوار طويل حوالين أنه الأم عايزة تتجوز، في بعض من الأبناء بيوافقوا، في بعض من الأبناء لأ، بس دايما فكرة أن يكون في حوار مع الأبناء والموضوع يجي بشكل تدريجي، وأن نفضل منتظرين مع الأبناء لحد ما تحصل الموافقة دي، ده بيكون أوقات كتيرة أسلم حل، أو ده بيقلل شوية من فكرة الضغوط. كمان بنقول للأباء والأمهات في الوقت ده أنه الحوار المستمر مع الأولاد مهم جدا، يعني مش بس بعد موافقتهم وبعد ما بيتم الزواج ويكونوا موجودين في بيت واحد أو لأ إن إحنا خلاص نقول الموضوع خلص، لأ، هو الموضوع بيفضل مستمر والحوار بيفضل مستمر عن أنتم مرتاحين أو مش مرتاحين، طب إيه حاسين بإيه، طب عايزين تعملوا إيه، اللي بيحسسكم إن أنتم جوا بيتكم أو مرتاحين أكتر. إنه الفكرة كلها إنه الموضوع مش بيخلص هنا، دايما نفضل في حوار مفتوح مع الأولاد من الطرفين، يعني خصوصا إن هم في المسلسل جايبين المثال شوية كبير إن عددهم كبير جدا، وإن هم كمان في أعمار مختلفة، يعني هو بيحاول يبين لنا المشكلات اللي موجودة، كل واحد ليه طلبات واحتياجات من أول الجامعة لحد البيبي الصغير اللي لسه مولود. فأوقات ده حقيقي بيحصل في أسر كتيرة حتى بعرفها، لكن فكرة إن الحوار ده يفضل مستمر بتكون حاجة مهمة جدا. طلبات الولاد ما بتخلصش. أيوة. والضغوط الشديدة جدا على الأم طول اليوم وطول النهار، عدد الولاد كتير جدا في العيلة. هنا نفسيا بحسب حضرتك الزوج دوره ايه؟ كزوج اعمل ايه عشان اخفف شوية، اشارك؟ طبعا عارفين الكلام اللي بنقوله دايما. أيوة. الزوج يشارك والحاجات دي كلها، بس نفسيا انا ممكن اعمل ايه لزوجتي واساعدها عشان الطلبات اللي ما بتخلصش والضغوط والارهاق النفسي والعصبي اللي بتعيشه؟ يعني اولا بنحاول دايما، رجعنا نتكلم عن فكره انه التربيه هي مسؤوليه مشتركه، ما ينفعش صحيح. تكون مسؤوليه فرد واحد، ما ينفعش يفضل لحد دلوقتي في رجال عندهم قناعه بانه انا دوري ان انا بشتغل وبجيب الفلوس اللي تعيشكم كويس، لكن انت دورك جوه البيت، يعني انا دوري بره البيت انت دورك جوه البيت. ده غلط جدا، غلط كبير، خطا جدا، خطا كبير. لازم على الاقل يكون في شويه وقت، مساحه وقت، بلاش كل يوم بس، ولو على الاقل مرة في الأسبوع أو في لقاء يومي كده مع الأولاد. الزوج بقى يعمل إيه مع زوجته؟ هي في الحقيقة ممكن ما تكونش طلباتها كبيرة، هو كل احتياجاتها بس إن هي تكون بتقضي شوية وقت يعني لوحدها، بتحاول تحس إن هي عندها وقت ليها لنفسها، إن هي بتعمل الحاجات اللي كانت مازال يعني أو لسه بتحبها، وبتساعدها إنها تكون في صحة نفسية أحسن مهما كانت الحاجات دي، إنه حتى ممكن انها تقعد لوحدها بعد ما كل الاولاد تنام، ان هو اللي ياخدهم مثلا يوديهم مشوار او يعمل حاجه بدلا عنها. يعني نحاول على قد ما نقدر ما نقولش دايما ان المسؤوليه هي مسؤوليتك. بعض الجمل كمان اللي بتتقال الاوقات بتصعب الحكايه، يعني لما طب هي لما بتجرب انها تشتكي من اللي بتعيشه او من اللي بتشوفه مع الاولاد يقول لها ما انت بتعملي ايه زياده عن اي واحده تانية، يعني ما كل الستات بتعمل كده، يعني جمل شويه مش بتساعد. خلينا دايما نكون بنقول انه في بعض من التقدير كمان للي هي بتعمله، ولكن في جزء من الحاجات انه نفهم بانه الاب مسؤوليته كمان جوه البيت، انه عليه مسؤوليه طبعا. مشتركه اكيد. طيب على الجانب الاخر للاسف برضو احيانا بنشوف عند ما بين الطرفين المنفصلين. أيوه. واللي بيدفع الثمن هو الاطفال بالظبط، ما بين بقى عند مين هياخد الطفل، ما بين لا لو هنا لو في حصل زواج عند الام لا معلش الولد او الطفل مش عارف، يعني قصص كتير قوي وامثله كتير جدا. سؤالي لحضرتك، انعكاس العند ده ما بين الطرفين اللي انفصلوا ايه على الاطفال؟ يعني هي في مشكله ان هم لو احنا بنخلي الاطفال هي اللي تدفع الثمن، فبنحطهم في النص ما بيننا، هو العند بيبقى عليهم بالظبط، فغالبا الطفل دوت بيفقد الثقه في الاثنين، يعني بتبقى في صعوبه ان هو خلاص فقد الثقه في الاثنين، او بيكون ميال لطرف عن الطرف الثاني، فبيقرر ان هو يكره احد الاطراف، وده بيكون صعب جدا. المشكله الاكبر والاصعب واللي دايما بنقولها للاهالي ان ده بيأثر على علاقات الطفل مستقبليا، يعني مستقبلا هو مش هيكون في علاقه سليمه، وغالبا هيبقى لو بيكون اسره مش هيكون اسره بالشكل السليم. فبنحاول نقول للاهل حلوا مشاكلكم ككبار،
وبلاش الأطفال تكون طرف، لأنه ده مش بيأثر عليهم بس في الوقت الحالي، يعني ده هيكون كمان بيأثر مستقبلياً على اختياراتهم وتكوينهم لأسرهم المستقبلية. فخلينا كده نبقى واعيين وما نحطش الأولاد في النص، يعني نحل مشاكلنا بينا ككبار. طبعا احنا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شيرين لويس الاستشاري النفسي والتربوي للأهالي والأطفال، نورتينا في صباح الخير يا مصر.